خلينا دلوقتي نتكلم عن انه في انواع كتيره من انواع الشفه الارنبيه، في انواع مرتبطه بوجود شقه في سقف الحلق وفي انواع اخرى غير مرتبطه بوجود شقه سقف الحلق، فعايزين نقسمهم كده طيب. وناخد كل واحده على حده. بدايه التقسيمه لازم تبقى اكبر من كده، التقسيمه اللي هي سندرومك ونون سندرومك كويس. يعني هي فيها واحده مع متلازمات كويس وواحده من غير متلازمات، يعني ايزوليتد يعني ممكن تيجي شفه ارنبيه بدون اي حاجه تانية. الثاني بقى المتلازمه ده كتير جدا منهم اللي هو التشوهات الخلقيه اللي بتبقى في الوجه وفي اليد والكفين واليدين يعني وممكن تبقى معاه في القدم وفي القلب وممكن حاجات في الدم وممكن حاجات زي الهيمنجيوما اللي هي التشوهات دي. فدي ليها اسماء يعني ابرت سندروم مش عارفه هتلاقي فاندن روت سندروم تريشر كولين سندروم كويش. المهم دول كلها متلازمات كل متلازمة معاها اكتر من الشفه الارنبيه كويس. طيب هل دول داخلين في موضوعنا؟ اه داخلين، بس بيبقى زي ما حضرتك قلت في الاول غالبا التخصصات الاخرى لازم تتدخل معنا من الاول، تشارك من البدايه مش من البدايه كويس. بتاع قلب، بتاع جراحه اطفال، دكتور النيورو سيرجري بتاع مخ واعصاب، كل دول شغالين معنا. تعال للايزوليتد اللي هو لوحده، وده الغالب الحمد لله ان هو ده الغالب، لان ده الطفل بيبقى عادي جدا وبيعيش حياته عادي لو انت صلحت له كل المشاكل اللي عنده كويس. الناحيه اللي هي الايزوليتد بتبقى الشفه زي ما احنا قلنا جانب واحد او جانبين، يعني الشفه دايما بنقسمها نصين، لو اتفتحت من هنا تبقى يونيلاترا واتفتحت من هنا وهنا يبقى الناحيتين يبقى كده مفتوحه اسمها الناحيتين. جات لوحدها ليها انواع كتيره جدا، ممكن تبقى الشق نفسه في العضلات اللي جوه ويبقى الجلد موجود وفي زي ديمبل كده او حفره بسيطه، اما يجي العيان نقول له صفر او ضم بقك كده يلاقي العضله ما بتجيش للاخر، وده ليه اسم يعني سب ميوكاس كليفت او بيسموه سب كوتينيوس كليفت. الحاله ده بسيط. في حاجات تانية بقى اسمها كامله وغير كامله، انكمبليت وكمبليت، يعني شفه نصها مفتوح مش كلها وفي واحده كومبليت لغايه الانف جوه لحد الاخر لغايه الاخر. في منها بقى مع البلد اللي هي اسمها ايه الشقه الحلق في منها شقه الحلق واحد واثنين وثلاثة. ايه واحد واثنين وثلاثة؟ يعني كل لما اخش لجوه يبقى اقول مثلا ده كامل ولا غير كامل، ناحية او ناحيتين، فده بيبقى فتحة الحلق، فتحة البق او فتحة الفم على الانف، يبقى انت كده شلت سقف الحلق او فتحت فيه فتحة كده او الشرخ اللي موجود فيه ده او شق الحلقي كويس. معناه ان الانف فتح على مين؟ على الفم، على الفم على طول، يبقى كده لا كلام يطلع كويس، لان في لازم فونيشن ده او مع الكلام لازم يكون كلام مغلق الفم. الحاجه الثانيه مع الاكل هياكله من هنا يطلع منين؟ من الانف. فيبقى هي دي المشكله الاساسيه، الكلام الاكل الاول والكلام والتغذيه كويس. يبقى كده قسمنا انواعهم بالتقريب يعني باختصار.